بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه العينة عبارة عن أحد النباتات التي كانت تعيش في فصل الشتاء، أخذتها تقريبا قبل سنة كاملة. طبعا هذه العينة تقريبا عمرها سنة كاملة، واكتشفت أن هذه النباتات تتحمل نسبة كبيرة جدا من درجات ارتفاع البرودة، ممكن أيضا تتحمل درجة حرارة 2 أو 3 أو 4 أو 5. وأيضا تتحمل هذه النباتات درجة لا يقل عن 3 تحت الصفر مثل ما تلاحظون. طبعا هذه النباتات درستها تحت المجهر، واكتشفت فصائل من البكتيريا، واكتشفت فصائل أيضا من الفطريات تعيش داخلها، وأيضا اكتشفت فصائل من أحادي الخلية و ميكروبات وطفيليات كثيرة، وأيضا ممكن تعيش الديدان داخل هذا النباتات، ممكن تشوف فصائل كثيرة جدا من الديدان المجهرية، فصائل كثيرة متعددة، وأيضا يوجد فطريات مثل ما تلاحظون الجانب الأصفر هنا قد يكون مصاب هذا النسيج من أحد الفطريات. هنا أنصح الباحثين ومتخصصين علم النبات دراسة علم أمراض النباتات ودراسة النباتات يعني بكثرة، وتحليلها ومعرفة الطفيليات التي تعيش داخلها، ومعرفة يعني المخلوقات يعني اللي داخلها ممكن نستفيد من النباتات في علاج الأمراض، ويعني من الناحية الطبية وممكن نستفيد يعني بنسب كبيرة جدا من هذه النباتات المتواجدة في يعني المجتمع العربي بشكل ككل يعني. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.